شهد هذا الأسبوع في مجلس الأمة انعقاد عدد من اللجان البرلمانية لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمالها وتكليفات المجلس لها. هذا وتم التوافق النيابي الحكومي على تشريعات تتعلق بقوانين مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة وتعارض المصالح وغيرها من الملفات الأخرى. رئيس وأعضاء اللجنة التنسيقية الحكومية حضروا اجتماع لجنة الأولويات البرلمانية وتسلموا نسخة من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية تتعلق بحزم تشريعية تتضمن قوانين مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة وتعارض المصالح خلال أبرز اجتماعات اللجان البرلمانية في مجلس الأمة هذا الأسبوع. في الاجتماع الأخير تم اعتماد المواضيع الآتية في أول 100 يوم، وهي المشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين في شأن تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتعارض المصالح، وكذلك الموضوع الثاني الاقتراحات بقوانين في شأن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، والموضوع الثالث مجموعة المقترحات الخاصة في المشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين في شأن تنظيم العمل أمام القضاء ومعاونيه. أقدر كل المجهود اللي تقدمه الحكومة والأخوة النواب في مقترحاتهم. اليوم احنا أمامنا يعني عمل مهم في هالمواضيع. شيء بشيء يذكر، وسبب يعني اعلاننا عن الحزم التشريعيه هو تسليمنا للحكومه في اجتماع لجنه الاولويات، حضور اللجنه التنسيقيه بين الحكومه ومجلس الامه والمتمثله في حضورهم الاخ وزير الدوله لشؤون مجلس الوزراء الاخ براك شيطان، وكذلك الاخ عمار العجمي وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وشؤون الإسكان، وكذلك الأخ وزير المالية عبد الوهاب الرشيد. فكان الحديث عن برنامج عمل الحكومة، وتحديدا تم تسليمهم ذات النسخة اللي سلمناها للأخوة النواب. كما شهد هذا الأسبوع في مجلس الأمة مناقشة سبل تطوير مؤسسات التعليم العالي وزيادة مخصصات الطلبة المبتعثين في الخارج بحضور وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني في اجتماع لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية. من أهم الشغلات اللي ناقشناها هو تطوير هذه المؤسسات، البعثات، التخصصات، حاجات سوق العمل. كذلك تحدثنا عن تقرير أعد من سنوات عن زيادة مخصصات مبتعثين. نحن عندنا تقريبا اليوم ما يزيد على 19,000 طالب وطالبة بالخارج. كما اجتمعت هذا الأسبوع لجنة شؤون ذوي الإعاقة البرلمانية مع مجموعة من الجمعيات المختصة ولا سيما في الجانب التعليمي وممثلي المدارس الخاصة التي توفر خدمة التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة لمناقشة القضايا والمشاكل التي تواجه ذوي الإعاقة ووضع الحلول لها. نواف شراكي، تلفزيون دولة الكويت.